الجميع، ودي هتكون أول محاضرة لينا السنة دي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي. وطبعا هي أول مرة المركز أو أنا بعمل أو بأدير ندوة على زوم، لأني في الواقع كنت في أجازة بحثية السنة اللي فاتت، ففاتني مشوار النقلة الصادمة للجميع دي بتاعت إن إحنا مش هنكون في القاعة الشرقية وإننا هنعمل محاضرات أونلاين. لكن المفاجأة في الحقيقة الظريفة هي إن في حاجتين: أولا إن التكنولوجيا لحد دلوقتي مساعدانا تماما على تحقيق حاجات يمكن بشكل أفضل مما كنا نتصور، وثانيا ان عدد المشاركين اللي احنا كنا بنعتبر انه عدد كبير في القاعة الشرقية لما كنا بنملاها وبيبقوا مثلا 50 فرد او مشارك، كنا بنعتبر ان ده انجاز. لكن في الحقيقة لما نقلنا النقلة التكنولوجية دي اتضح ان في الحقيقة المشاركين عددهم اكبر بكتير، وان احنا بنقدر ان احنا نستقطب او الناس يعني مهتمة بنوع العمل اللي بنأديه في المركز ده بشكل ملفت. يعني احنا نفسنا اتفاجئنا لما لقينا ان اول محاضرة عملتها زميلتي الدكتورة دينا حشمت في يونيو اللي فات كان في حوالي 300 او 350 مشارك ومشاركة، وده عدد مش ممكن كنا نحلم بيه قبل زوم، فأهلا بزوم. تاني حاجة عاوزة أشكر الدكتورة دينا حشمت اللي ترأست مركز دراسات الترجمة أثناء غيابي في الأجازة البحثية، وهي كانت سنة كئيبة وصعبة على الجميع، ولكن عليها هي بشكل خاص، لأن طبعا مسؤولية النقلة دي كان تعلم زوم من أجل محاضرات عامة كان يعني تقيل وصعب، لكن في الحقيقة المحاضرة اللي قدرت إنها تعملها كانت ناجحة للغاية. أنا بشكرها على الأداء وعلى المساعدة، وأديني بقى رجعت وحتوت المسألة دي. عايزة كمان أذكر بما إن إحنا عندنا هذا العدد الضخم من المشاركين، إن في الحقيقة السنة اللي فاتت أثناء غيابي أيضا تحملت الدكتورة دينا معايا، إحنا كنا بصدد نشر كتاب ضخم في الحقيقة بيضم عدد كبير جدا من المحاضرات اللي تمت في المركز على مدار 10 سنين. أنا بس عاوزة أوريكم الغلاف، هنعمل شير سكرين عشان تشوفوه إذا ما كنتوش بالفعل عندكم فكرة عنه. الكتاب عنوانه In the Shoes of the Other Interdisciplinary Essays in Translation Studies from Cairo، والكتاب نشر في ديسمبر 2019 أي قبل الكورونا مباشرة، و اتنشر في عند الكتب خان. إذن في نسخ من الكتاب موجودة بالفعل في مكتبة الكتب خان، هو عبارة عن 6 أجزاء، وفي الحقيقة المشاركين كلهم أسماء لامعة ومهمة في مجال الترجمة ودراسات الترجمة عبر التخصصات، يعني مش في حقل معرفي واحد. فكنت أحب برضو أني أنوه عن الإنجاز ده في المركز، وإحنا بنأمل أن في المستقبل نقدر نحقق كتاب آخر، يعني كتاب تاني شبيه بهذا الكتاب الأول. عايزة برضو أستغل الفرصة وأعلن عن المحاضرات المرتقبة أثناء هذا الفصل الدراسي عشان إذا كنتوا تحبوا تشاركونا. يوم 27 أكتوبر الحقيقة 3 محاضرات القادمة بالإنجليزية، أول واحدة يوم 27 أكتوبر وعنوانها Translation as Activism،
وهيلقيها زميلين من جامعة برمنغهام، ريبيكا جولد وتايفن تهم سيبيان. وفي يوم 10 نوفمبر عندنا محاضرة تانية هتلقيها زميلتي في الجامعة الأمريكية في قسم الفلسفة كاتارينا بيلو، وعنوان المحاضرة Translating Islamic Philosophy into Portuguese. ويوم 8 ديسمبر إن شاء الله هيكون معانا الدكتورة فايزة هيكل المتخصصة في علوم المصريات، والمحاضرة بتاعتها عنوانها Translating Ancient Egyptian Languages, Language and Culture. فكلهم زي ما انتم شايفين مواضيع مختلفة جدا، وهو ده في الحقيقة المسعى الأساسي للمركز، إن المحاضرات دائما تعبر عن الحقل نفسه، أي حقل دراسات الترجمة اللي هو عابر للتخصصات. ويسعدني طبعا إن النهاردة تكون المحاضرة الأولى لهذا العام باللغة العربية للزميل الدكتور خيري دوما. والدكتور خيري في الواقع ليس غريبا على الجامعة الأمريكية ولا على مركز دراسات الترجمة، فهو زميلي أولا في قسم الدراسات العربية والإسلامية هنا بالجامعة الأمريكية، وكنت قد شرفت بالعمل معه عندما كان يشغل منصب نائب مدير المركز القومي للترجمة من سنة 2011 ل 2013، وهي كانت سنين عجاف، يعني كان صعب جدا العمل أثناء السنتين دول. وفي الواقع إذن هو صاحب بيت، لأن إحنا تعاوننا أنا وهو بصفتنا بنمثل مركز دراسات الترجمة والمركز القومي للترجمة، تعاوننا في مبادرة مشتركة رائعة كان اسمها بيت الترجمة. والمبادرة دي في الحقيقة استفاد منها كثير جدا من الباحثات والباحثين والمترجمات والمترجمين، وإحنا نفسنا أنا والدكتور خيري اتعرفنا بمجموعة من الشباب الرائعين في الحقيقة أثناء دورات العمل في بيت الترجمة. وأما حاليا فالدكتور خيري بيشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وهو طبعا درس في أكثر من مكان في مصر، وكان أيضا أستاذ زائر للغة العربية بجامعة أوساكا للدراسات الأجنبية في اليابان. يا بختك، أنا عمري ما رحت اليابان، من سنة 2000 ل 2004. وطبعا دكتور خيري له إسهامات عديدة سأذكر منها على سبيل المثال بعض نماذج الكتب اللي نشرها في مجال الدراسات الأدبية وأيضا في مجال الترجمة، من بينها عدوى الرحيل، موسم الهجرة إلى الشمال ونظرية ما بعد الاستعمار، ودي نشرت في عمان سنة 2010. ثم أنت ضمير المخاطب في السرد العربي، وهذا الكتاب نشر في الدار المصرية اللبنانية في القاهرة 2006. وأيضا أذكر كتاب يحيى حقي تشريح مفكر مصري، صدر عن المجلس الأعلى الثقافة في مصر سنة 2005. أما في مجال الترجمة فأذكر مطاردة العلامات، علم العلامات والأدب والتفكيك، وهو ترجمة لكتاب جوناثان كالر، وصدر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة سنة 2018. وقصة روبنسون كروسو صدر أيضا عن المركز القومي للترجمة بتقديم من الدكتور خيري لطبعة مجهولة من رواية دانيال دوفو سنة 2015. وأخيرا حركة الترجمة الأدبية، المركز صدر عن المركز القومي للترجمة سنة 2017، وهو تحرير وتقديم
لرسالة الدكتورة لطيفة زيات أي موضوع محاضرة الليلة. أول معنونة في البحث عن لطيفة زيات وحركة الترجمة. المحاضرة كما يصفها الدكتور خيري في الحقيقة مبنية على قصة شبه بوليسية هو هيحكيها لما يشرفنا بالحديث، ويعني عن مسار تنقيبه عن رسالة الدكتورة لطيفة اللي كلنا في المجال سمعنا عنها وما كناش عارفين نلاقيها. يعني نتكلم عن دكتورة لطيفة عارفين ان هي اشتغلت عملت عمل مهم جدا وسباق ورائد، لكن محدش فينا كان متاح له هذا العمل. واحنا بنشكر الدكتور خيري حقيقة ان هو اتاح هذا العمل في زيه الجديد، لان كلنا طبعا نستفيد من هذا الطرح الجديد لعمل مهم لواحدة من أبرز المثقفات المصريات، وهي في الواقع أيضا من أحب الشخصيات إلي وأكثرهم وأكن لهم يعني كل تقدير واحترام. كنت أحب أنها تكون موجودة معنا النهاردة في هذه الليلة اللي بتحتفل ب هذه الدراسة الرائدة في مجال دراسة الترجمة. قبل ما أعطي الكلمة للدكتور خيري اسمحوا لي بس أشارككم ببعض أسس إدارة هذه الندوة. فطبعا نظرا للعدد الكبير من للحضور احنا مضطرين نعمل ميوت أو نقفل ميكروفونات الجميع، وإلا هيحصل تشويش على المحاضر واحنا مش عايزين كده. والدكتور خيري هيحاضر لمدة 45 دقيقة تقريبا، وبعد كده هناخد استراحة 15 دقيقة. في أثناء هذه الاستراحة احنا بنطلب منكم إذا سمحتوا تبعتوا أسئلتكم مكتوبة على الشات على تطبيق زوم. وأثناء ال 15 دقيقة احنا من جهتنا بحصر الأسئلة وتجمعها بحيث إن ما يبقاش فيه إعادة أو إطالة على الدكتور خيري. فإذا أنا اللي هتولى توجيه الأسئلة للدكتور خيري، لكن لكم ابعتوا أسئلتكم على الشات عشان إحنا بعد كده نشتغل عليها. يعني عايزة كمان أقول إن المركز مركز دراسات الترجمة سيقوم بتسجيل هذه المحاضرة على الفيديو وستطرح على موقع المركز لاحقا، وده هياخد حوالي أسبوعين، يعني بياخد وقت شوية في فرمطة زي ما بيقولوا الفورماتينج بتاع المحاضرة. ولكن الدكتور خيري مشكورا سمح بإن لو حد عاوز يسجل تسجيل صوتي للمحاضرة يتفضل. فإحنا يعني بنعلمكم إن اللي عايز يسجل المحاضرة على أوديو يعني تليفون أو whatever دكتور خيري سمح بذلك. وأعتقد أنا أطلت عليكم وكلمت كتير، وأحب أرحب بالدكتور خيري. أنا سعيدة جدا إن إحنا بنعود في هذه السنة الغريبة بمحاضرة رائعة عن شخص لمحاضر عظيم وعن شخصية مهمة زي الدكتورة لطيفة. تفضل يا دكتور خيري. شكرا جزيلا دكتورة سامية. أولا أنا لازم أبدأ إن أشكر حضرتك تاني إن إحنا بنستعيد يعني نشاطنا اللي كان من 10 سنين، ويعني وشكرا إنكم بتخلوني في بداية محاضرات هذا الموسم، وبشكر مركز دراسات الترجمة كله بكل الستاف اللي مع حضرتك، بالإضافة للصديقة العزيزة الدكتورة دينا حشمت اللي دعتني فعلا في الأول من السنة اللي فاتت بس جات كورونا وقطعت. فشكرا ليكم جميعا، وأتمنى أن المحاضرة تطلع على قد هذا الاحتفال الكبير اللي فيه عدد كبير من الزملاء ومن الباحثين، ويعني أنا حاسس أن أنا كمان مش في قاعة لكن كمان قدامي كل الناس، أحس أن أنا في محاضرة بجد.
لانه انا ساعات التدريس اونلاين بفتقد التواصل. انا المره دي حاسس ان التواصل حاضر، فاسمحوا لي يعني ابدا على طول. الاول بتكلم عن عنوان هذه المحاضره، اللي هو في ثلاث يعني علامات اساسيه، ثلاث يعني بنود اساسيه في عنوان المحاضره. وانا في خلال الكلام حغطي ثلاث بنود بس بشكل مش مرتب، يعني بمعنى انه انا عندي البحث في البحث، وعندي لطيفة الزيات، وعندي حركة الترجمة. فالثلاث بنود مختلفين، وأعرضهم إن شاء الله بشكل يعني متداخل مش مرتب. الأول أنا حبدأ من لطيفة الزيات، لأنه لطيفة الزيات اللي حاضرين تقريبا كلهم يعرفوا لطيفة الزيات. المعلومات العامة اللي عن لطيفة الزيات إنها اتولدت في الدمياط سنة 1923، واتخرجت من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية سنة 1946، وتوفيت عام 1996. في خلال هذه الرحلة اللي هي امتدت حوالي 73 سنة، لطيفة الزيات مرت أشياء تفاصيل كثيرة جدا، لكن احنا عارفين لطيفة الزيات المناضلة الكبيرة اللي أهم نقطة في حياتها إنه المسافة بين الخاص والعام تقريبا مش موجودة، لأنه هي عاشت حياتها كلها في هذا المزيج بين الخاص والعام، بين حياتها الخاصة وبين حياة الوطن كله. أنا لازم أشاور على ثلاث لقطات مهمة في حياة لطيفة الزيات. أول لقطة هي سنة 1946، لما لطيفة الزيات كانت يعني سكرتير عام اللجنة الوطنية للطلبة والعمال، وكانت بتقود يعني حركة وطنية كبيرة جدا، وهي لا تزال شابة في سنة ثانية وثالثة ورابعة في كلية الآداب جامعة القاهرة. دي لقطة مهمة جدا ومؤسسة في تاريخ هذه السيدة المحترمة. ثم لقطة ثانية لما أصدرت رواية الباب المفتوح سنة 1960، دي لقطة مهمة على المستوى العام، لأنها بتقدم رواية لها مكان كبير في تاريخ الرواية العربية، في تاريخ الرواية اللي كتبتها السيدات، وليها مكان في حياتها هي الشخصية. ثم اللقطة الأخيرة لما كانت مؤسسة أيضا للجنة الدفاع عن الثقافة القومية سنة 79، وقادت حركة كبيرة جدا ضد التطويع، وعملت يعني وسجنت سنة 81 بعدها التجربة اللي كتبتها واستعادت فيها حياتها كلها في الكتيب الصغير ده اللي احنا يمكن عارفينه كلكم، اللي هو كتاب التفتيش، حملة تفتيش أوراق شخصية. معلش أنا بنسى أسماء الكتب. لكن طبعا يعني قصتي أنا مع هذه الرسالة قصة بقول لكم فيها جانب يعني غريب، ويمكن كلكم دكتورة سامي قالت في الأول إنه كلنا سمعنا عن رسالة لطيفة الزيات، وكلنا بعضنا بعض محدود مننا اللي قدر يعثر على الرسالة ويوصل لها في المكتبة ويقرأ منها، وأنا ما أعرفش حتى اللي وصلوا للرسالة واستطاعوا إنهم يقروا منها قروا إزاي، لأن الرسالة كانت في حالة غريبة. إنما قصتي مع هذه الرسالة، مع دراسة لطيفة الزيات، هي حركة الترجمة الأدبية من الإنجليزية إلى العربية من 1882 إلى 1925، بتبدأ وأنا طالب سنة أولى في جامعة القاهرة. كان بيدرس لنا الدكتور عبد المحسن طه بدر، اللي هو أستاذ الرواية المشهور، وكتابه كتاب مشهور جدا في تاريخ دراسة الرواية العربية اسمه تطور الرواية العربية الحديثة، من سنة 38 لغاية سنة من 1870 ل 1938. في هذا الكتاب احنا كنا بنسمع عبد المحسن وهو بيكلمنا عن سيدة عظيمة اسمها لطيفة الزيات، وبنقرأ عنده فصل مهم جدا في الكتاب اسمه رواية التسلية والترفيه، هو مسميه كده رواية التسلية والترفيه، وغالبا هو خد التسمية من لطيفة الزيات نفسها، لانه واضح انه كان بينهم علاقة وطيدة جدا. انا لا اعرف يعني طبيعة العلاقات الشخصية بينهم، انما لطيفة الزيات خلصت رسالتها سنة 57، كان عبد المحسن بدري بيسجل رسالته على طول في نفس السنة، بعد ما عمل رسالة عن الشعر كان بيعمل رسالة عن الرواية. يعني
تقريبا كان بيبني على عمل لطيفة زيت، وانا بشتغل على لطيفة زيت اكتشفت انه في روابط عميقة جدا بين رسالة عبد المحسن رواية تطور الرواية وهذه الرسالة الكبيرة اللي هي رسالة لطيفة الزيات. فأنا سمعت طبعا عن الرسالة وعمال أشوف عبد المحسن بيشير مرة بعد مرة بعد مرة ارجعوا لرسالة لطيفة الزيات المخطوطة بجامعة القاهرة وهكذا يعني. مرت سنين طويلة جدا وأنا بشتغل في المركز القومي للترجمة، طلع على بالي في سلسلة دراسات الترجمة طب ليه فين رسالة لطيفة الزيات اللي هي رسالة عظيمة جدا عمال نسمع عنها. أسأل الأصدقاء محدش عارف، أسأل في قسم إنجليزي عندنا لا أحد يعرف، لا أحد يعرف أين هذه الرسالة. طب يا جماعة زملاء ممكن دكتورة شيرين تكون شاهدة ورندا أبو بكر وهالة كمال كل زملائنا في قسم إنجليزي، سألتهم، سألت زملائنا في عين شمس اللي كانوا بيشتغلوا مع دكتورة لطيفة في كلية البنات وفي كلية الآداب، إخواننا حد يعرف أين من أين حصلت لطيفة الزيات على رسالة الدكتوراه؟ لا أحد يعرف، لا لا هنا لا 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 يوجد أحد متأكد من أين حصلت لطيفة الزيات على الرسالة، لأنه بعضهم قال لي أكيد حصلت عليها من بره من جامعة أجنبية، حدش عارف حتى إذا الرسالة كتبت بالعربية ولا كتبت بالإنجليزية وترجمت، يعني في حالة ضبابية عظيمة. أنا أتخيل إنه هذه الرسالة لابد أن تكون نشرت لأنه مر حوالي 30-40 سنة على 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 نشر الرسالة، على ظهور الرسالة سنة 57، ومش متخيل إنه هذه الرسالة لم تظهر في كتاب. حتى أسأل كل المقربين من لطيفة الزيات، سألت أمين رشيد وسألت سيد البحراوي وسألت يعني كل اللي كانوا متاحين قدامي وقتها، مفيش، محدش عارف. هم حتى في هذا الكتاب الجميل اللي عمله سيد البحراوي عن لطيفة الزيات، في كتاب جميل جدا عن لطيفة الزيات صدر قبل وفاتها بسنة اسمه لطيفة الزيات الأدب والوطن. في هذا الكتاب أنا شكلي مش هستخدم الشاشة لأنه عايز أتكلم. في هذا الكتاب في دراسات متنوعة عن لطيفة الزيات، في إشارات لكل أعمال لطيفة الزيات، في إشارة صغيرة جدا 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 إنه حركة الترجمة الأدبية تحت الطبع، معمول ببليوغرافي لكل كتب لطيفة الزيات موجود إنه الكتاب تحت الطبع. فسيد البحراوي محرر الكتاب سألته يا دكتور سيد انتوا عملتوا الكتاب فعلا؟ طلع الكتاب؟ هل صدر الكتاب؟ فاكتشفت ان لا، الكتاب لم يصدر. واين الرسالة؟ لا احد يعلم. وسألت في كل المكتبات لم استطع الوصول الى مكان الرسالة، لغاية ما بالحقيقة بأشكر كمان الدكتور محمد عناني، لان هو اللي قال لي بوضوح بعد ما سألت ناس كتير جدا انه رسالة لطيفة الزيات حصلت عليها من حاجة اسمها معهد الصحافة، معهد قال لي معهد الصحافة، فأنا ما عرفتش غير لما رحت بقى دورت في الأرشيف فلقيت حاجة عندنا في كلية الآداب اسمها كان اسمها معهد التحرير والترجمة والصحافة اللي هو أصبح قسم صحافة ثم تحول إلى كلية الإعلام. فلما رحت مكتبة الجامعة حصلت على نسخة من الجزء الخاص بمكتبة كلية الإعلام، يعني لقيت الرسالة محطوطة ضمن رسائل كلية الإعلام اللي هي في الصحافة يعني. فده يعني هنا يعني أنا لقيت المسألة يعني عظيمة جدا، لقيت الرسالة. الرسالة في حالة صعبة جدا، يعني أنا ممكن أوريكم حتى شكل الرسالة عامل إزاي، صعب تقراه تماما، مطبوع على الستنسل القديم. قصة ليه لطيفة الزيات ما نشرتش الرسالة يمكن يكون محتاج وقت طويل شوية لشرحه، ولا أحد يستطيع أن يحسم لماذا لم تنشر لطيفة الزيات حتى النهاية، لماذا لم تنشر هذه الرسالة. عايز أقول لكم لطيفة الزيات ناقشتني في الدكتوراه سنة 96. فأظن يعني والله أعلم يعني أنه هي لم تنشر هذه الرسالة لأنها مرتبطة بفترة قلقة جدا في حياتها، الفترة اللي تجوزت فيها رشاد رشدي، وأظن كمان أنها كانت بتقفل كل هذه الفترة بكل ما حدث فيها. يعني طبعا هي كتبت الباب المفتوح في الوقت ده، بس كتبت الباب المفتوح لو احنا بنقرأ الكتاب الصغير بتاع حمل التفتيش بنكتشف انها كتبت الباب المفتوح في نوع من التخلص من المأزق الذاتي الذي عاشته في هذه الزين، وانه يمكن الرسالة هي اكتر حاجة مرتبطة بعلاقتها برشاد رشدي احتمال، وهي قايلة كتير مرات انه انا هذه المرحلة بحاول اهرب منها وبقفلها. المهم يعني انه لما لقيت الرسالة في الوضع الغريب ده، وأنا آسف أن بتكلم بالشكل يعني البوليسي شوية،
قلت خلاص هننشر الرساله بس بديها لعمال المطبعه يطبعوها وبعدين انا ابدا اقرا واحرر واصحح. لانه والحقيقه كمان انا لازم اشكر يعني ثلاثه من تلاميذي وزمايلي في قسم اللغه العربيه لانهم ساعدوني في قرايه النص اللي طلع من المطبعه. المطبعه جمعت الكلام وحاولوا يقروا وحاولوا يستبينوا يعني المكتوب ايه، لانه الستنسل مش واضح خالص خصوصا لما بيكون في نص باللغه الانجليزيه. ففي ثلاثه من زمايلي الشباب قروا معايا النص وحاولوا يساعدوني في الحصول على النصوص المختلفه الغايبه من الكتاب، وحاولوا يقروا معايا يكبروا يقروا بكل الطرق. وبعد كمان عمال المطبعه ما بذلوا جهد في انهم يقروا. المهم توصلنا الى في النهايه يعني الى طباعه الكتاب على هذا الشكل. طبعا حاب احط لكم انا صوره الغلاف بعد شويه. كتاب طلع في المركز القومي للترجمه سنه 2017. ومع ذلك وانا عملت تحرير وتقديم طويل للكتاب حكيت فيه القصه، لكن انا الان استعيد الكتاب مره اخرى لانه هذه المحاضره مناسبه بالنسبه لي ان انا اعيد قرايه الكتاب واكتشف ان انا غلطان في حاجات كثيره جدا. وانا بقول لكم انه هعمل تحرير ثاني للكتاب لانه هذا الكتاب يحتاج ويستحق خدمه اكبر، يستحق انه اصحح بعض الاخطاء اللي حصلت فيه وانه اضيف بعض التعليقات المهمه اللي ما كنتش مدركها وقت ما عملت تحرير الكتاب وتقديمه. طيب لغايه دلوقتي انا مش فاهم برضو هي ايه قصه الرساله دي؟ ليه لطيفه زياد تحصل على رساله من قسم الصحافه؟ وايه اللي ودى ايه اللي جاب موضوع الترجمه؟ فكان عندنا في كليه الاداب في حاجه اسمها وحده الذاكره الالكترونيه جامعين فيه كل وثائق الاساتذه. ولطيفه زياد لم تكن استاذا في كليه اداب جامعه القاهره لكن اشتغلت اعيرت الى قسم الصحافه ده نفسه بعد ما خلصت الدكتوراه ودرست سنوات وهي في كليه الاداب في جامعه عين شمس، درست في سنوات في قسم الصحافه، استدعاها الدكتور عبد اللطيف حمزه بن شريف الى قسم الصحافه لكي تدرس. لكن وعشان كده يعني ظل ملفها موجودا في كليه الاداب. الملف الحقيقه هو نفسه يستحق يعني ان ينشر لانه في اوراق سريه طبعا بتاع البوليس وفي اوراق علميه يعني تحتاج ان نتامل فيها كيف بدات فكره الرساله، كيف حصلت لطيفه زياد على حاجه اسمها دبلوم معهد الصحافه اللي هو يساوي الماجستير بالنسبه لها، ثم تقدمت للحصول على الدكتوراه. عندي وثائق كثيره جدا وعايز اعرضها عليكم، انما للاسف انا خايف يعني نضيع وقت شويه في عرض الوثائق، لكن الوثائق مهمه جدا يعني اسمحوا لي اعمل شير للسكرين واوريكم بعض الوثائق بعض الوثائق المهمه من لطيفه الزيات. شوفوا مثلا دي اوراق خاصه من لطيفه الزيات، اوراق يعني ليها علاقه بلطيفه الزيات الطالبه ولطيفه الزيات اللي تقدمت الماجستير ولطيفه وهكذا. فمنها مثلا اول ورقه فيهم نكته غريبه جدا ان لطيفه الزيات ده مهم جدا في دراسه هذه الرساله، انه لطيفه الزيات حين تقدمت للالتحاق بالجامعه لم تكن تريد ان تلتحق بقسم اللغه الانجليزيه وانما بقسم اللغه العربيه. ما اعرفش ليه انما بيتبين لي جدا جدا انه دراسه حركه الترجمه كانت بالنسبه لها من البدايه بحث عن تطور الادب العربي الحديث نتيجه لحركه الترجمه. يعني هي كانت بتلاحظ من البدايه طبيعه العلاقه بين حركه الترجمه وتطور الادب العربي الحديث بانواعه الادبيه المختلفه. فاكتشفت مثلا انها كانت ملتحقه بقسم اللغه العربيه، انه لقيت اول ورقه في الملف. طبعا الاوراق في الملف مش مرتبه بس انا هعمل لها ترتيب دلوقتي بحيث ان احنا نشوف. اول ورقه بقول لكم ادي قسم اللغه العربيه ولطيفه الزيات الانسه لطيفه عبد السلام الزيات بتحاول تلتحق بقسم اللغه العربيه سنه 1942. ثاني ورقه دي سنه 44 يعني وهي في سنه ثالثه. بتستدعى سنه 49 لما جت تتقدم ثاني وكيل النيابه بيستدعي اوراقها اوراق الاجابه بتاعتها. فبنلاقي هنا ورقتين اجابه دي مثلا اهوت لطيفه الزيات وبعدين تحت وكيل النيابه ويعني
شوفوا مثلا الورقه دي استدعاء لورقتين اوراق من ورقه سهير القلماوي اللي احنا شفناها من شويه، دي كانت ورقه اللي صححتها سهير القلماوي للطيفه زياد في ثانيه الجامعه، والورقه الثانيه ورقه من قسم اللغه الانجليزيه، ورقه بالانجليزيه، والنيابه بتجيب الورق وبتحقق فيه، انا ما اعرفش ليه بالظبط مش واضح. وبعدين في اوراق وهي بتتقدم، ده ورق ثاني البوليس بيطلب عنوان لطيفه زياد وعنوان والدها، والعميد بيبعت، عميد الكليه بيبعت عنوان المذكوره لطيفه زياد كذا كذا، ده سنه 46 في عز المظاهرات اللي كانت موجوده وقتها في الجامعه. وبعدين بعد كده في بقى ورق كتير، انا يعني يمكن اتوقف عند حاجات قليله بالنسبه لكم. انا اسف ده مش هو ده اللي انا عايزه بالظبط. في مجموعه اوراق خاصه بالرساله برضو، ده لازم نشوفه تاني. وانا بقول لكم وانا ببحث في ده بتعلم هي لطيفه زياد فكرت في الموضوع ازاي ثم كتبته ازاي. يعني مثلا من الاوراق الخاصه بالرساله، انا اسف انه يمكن اطول شويه، شوفوا مثلا ده لطيفه زياد بخطها عامله مخطط للرساله، ده قبل التسجيل وهي لسه بتتقدم للرساله. ده موضوع مقدم من للدكتوراه من معهد الصحافه من لطيفه الزيات، حركه الترجمه الادبيه في مصر من الانجليزيه الى العربيه، وبتتكلم عن هي بتخطط للرساله ازاي ومقسمه. طبعا التقسيم ده مختلف تماما عن التقسيم الذي ظهر في الرساله في الاخر، لانه كان التقسيم اللي في ذهن لطيفه زيات. طبعا في الملامح الاساسيه للتقسيم، هي عامله كتب محوله الرساله الى ثلاث كتب، هنا كتابين منهم لهم علاقه بالادب العربي الحديث، تاثير الترجمه في الادب العربي الحديث. الكتاب الاول بيعرض اللي هو بقى تحول الى الرساله بعد كده، اللي هو الكتاب الخاص بعرض ترجمه القصه والروايه والمسرح والشعر الى اخره، اللي هي عملت عليه الرساله. انا مش عايز استهلك وقت طويل في عرض الوثائق، انما الحقيقه الوثائق مهمه جدا بالنسبه لرساله لطيفه زياد. هوريكم حاجه تانية، كان عايز اوريكم ده كله، انما يعني معلش. في طبعا في تقارير الرساله كلها برضو انا جمعتها من وثائق مختلفه وجمعتها في شوفوا هنا، ده لطيفه زياد بتقدم لمعهد الصحافه سنه 49، وبعدين بتتخرج معهد الصحافه وبتحصل على تقديرات، بتقول تقديراتها ايه، بعدين بتتقدم للدكتوراه. ده اول كلام عن حضره الاستاذ عميد كليه الاداب. بعد التحقيق تقدم انا لطيفه عبد السلام الزيات الحائزه على درجه الليسانس في فرع اللغه الانجليزيه سنه 43 وعلى دبلوم معهد، ده خط معهد الصحافه سنه 51 بدرجه جيد جدا، برجاء قيد اسمي لنيل لدرجه الدكتوراه في موضوع الترجمة. شوفوا بقى الموضوع كان عنوانه ازاي الاول، ترجمة في القرن التاسع عشر من العربية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى العربية، وأثرها على الصحافة الأدبية وفي ذلك القرن في كل من إنجلترا ومصر. اللي هو يعني حلم كبير جدا جدا، بتعمل موضوع واسع وكبير جدا جدا بيحصل، وبعدين بتقول إن ده تحت إشراف عبد اللطيف حمزة، والراجل بيقول إنه بيقبل الإشراف. بعدين لما بنرجع تاني نشوف بقى بقية الأوراق، نلاحظ إن الموضوع اتغير 100 مرة، اتغير كتير جدا. بعض التغييرات كانت يعني ان هي نفسها بعد ما قرت ودرست غيرت تاني لبين الحربين من سنه 19 لسنه 39، يعني من نهايه الحرب العالميه الاولى لبدايه الحرب العالميه الثانيه، وبعد رجعت غيرت تاني. التغيير الاخير اللي هو طبعا انا مش عايز اعرض الوثائق كلها، انما الوثائق موجوده، انه في الاخر هي استقرت على العنوان اللي ظهر به الرساله بعد مداولات مع مجلس الكلية، لأنه هي قدمت لمجلس الكلية العنوان من غير دور الصحافة، ومجلس الكلية كان شايل كمان مصر من العنوان، فعملت تاني رسالة إلى مجلس الكلية من فضلكم رجعوا لي مصر في العنوان وشيلوا الإضافة بتاعت وأثر الصحافة عليها اللي هو مش موجودة في العنوان الكتاب، إنه وتأثرها بالصحافة أو تأثرها في حركة الصحافة، لأن هي بتحصل على دكتوراه من قسم الصحافة. الحقيقه انه انا عندي عدد كبير جدا من الوثائق
حوالين لطيفة الزيات، وكلها وثائق مهمة جدا في فهم ما قدمته لطيفة الزيات في كتاب أو في رسالة، في رسالتها عن حركة الترجمة. لما سجلت لطيفة الزيات سنة 1953، لما سجلت في رسالة الدكتوراه، كان في العالم العربي أو في مصر عندنا تقريباً ثلاث دراسات قبلها، والدارسين دارسين الترجمة كلهم يعرفوا هذه الدراسات الثلاثة. الدراسة الأولى كانت جاك تاجر، اللي هي دراسة شهيرة اللي عن حركة الترجمة في القرن التاسع عشر، وطبعاً أنتم كلكم عارفينها. ثم دراستين لجمال الدين الشيال، واحدة عن الترجمة في الحملة الفرنسية، واحدة عن الترجمة في عصر محمد علي. تقريباً لم يكن هناك دراسات لتاريخ الترجمة غير الدراسات الثلاثة دول. بالدراسات الثلاثة لسبب ما كانت دراسات ماجستير، أو يعني جاك تاجر خد بيها ماجستير، وكمان جمال الدين الشيال خد بيها ماجستير، وكانوا في رعاية ملكية، يعني الرسائل بتعد برعاية خاصة جدا من السلطة، من السلطة يعني الحاكمة، ولأنه جاك تاجر مثقف سوري محترم كان بيشتغل في مكتبة المكتبة الخديوية في قصر عابدين، وعنده يعني تصور يعني عن الترجمة، وعمل رسالة كويسة كمان في زمنه. فما كانش عندنا تقريبا دراسات مطلقا في دراسة حركة الترجمة الأدبية. يعني لطيفة الزيات مثل كثيرين وكثيرات من أبناء جيلها كانت تحلق أرضا بكرا، يعني لم يذهب أحد قبلها إلى الدوريات وإلى الحاجات لكي يجمع هذه المادة ويدرس. وده وزن عظيم جدا. إحنا في الحقيقة في دراسات الترجمة خسرنا هذا التركيز على التاريخ، يمكن استعدناه في السنوات الأخيرة لما بدأنا نفكر في علاقة الترجمة بالأدب المقارن، وعلاقة الترجمة بما بعد الاستعمار، وعلاقة الترجمة بالدراسات الثقافية، لأنه ده وسع وجهة نظرنا في رؤية مكان الترجمة في سياقها الأوسع. عشان كده أنا لما قريت رسالة لطيفة الزيات اللي مكنتش قريتها قبل كده لغاية ما حصلت عليها وقريتها، اكتشفت أنه لطيفة الزيات واحدة من الرائدات في دراسات الترجمة، خصوصا في دراسات تاريخ الترجمة. الكتاب أو الرسالة يستحق مزيد من العمل، لأنه الحقيقة أنه من يقرأ منكم هذا الكتاب سيكتشف أنه عبارة عن، يعني أقول لكم إيه، منبع، مخزن لكتير جدا من الاكتشافات والمعلومات. في كل زاوية من هذا الكتاب ستقع على موضوع بحث. الجماعة اللي بيشتغلوا في الأبحاث وعايزين يلاقوا أبحاث في هذا الكتاب، زي في كتاب عبد المحسن بدري بالضبط، لأن هما الاثنين عملوا مسح موسع جدا للأرض الخصبة المتروكة للدارسين الأجانب اللي هما ما عملوش غير بعد كده، إنما الدارسين المصريين لم يكن أحد منهم قد طرق هذه الأرض بهذه العناية زي ما عمل عبد المحسن بدري بعد ما عملت لطيفة زيات. لطيفة زيات عملت الأول المسح الواسع قوي لحركة الترجمة، ثم أعقبها عبد المحسن بدري في المسح لنوع واحد من الأدب، وهو بيتكلم عن الرواية العربية، مستفيدا مما قدمته هذه السيدة العظيمة. طيب إيه بقى اللي عملته لطيفة الزيات؟ ده السؤال اللي أنا يعني، ماذا فعلت لطيفة الزيات في حركة الترجمة؟ أنا اتكلمت بشكل عام، أحاول بقى أقرأ معاكم كمان مقتطفات مما قالته لطيفة الزيات. لطيفة الزيات قسمت كتابها إلى، واللي ما قروش الكتاب يعني، إلى ست كتب، هي بتسميها كده الكتاب الأول، اللي هما تقريبا ست أبواب، وفي كل كتاب في خمس فصول أو ست فصول حسب كل باب. الباب الأول عبارة عن مقدمات، والباب الثاني بيدرس، أو الفصل الكتاب الثاني بيدرس القصة والرواية، والباب الثالث بيدرس المسرح، والباب الرابع بيدرس الشعر، والباب الخامس بيدرس النثر غير الروائي، يعني النقد والمقالات والنثر غير الروائي، أو النثر غير القصص زي ما بتسميه. وبعدين الباب الأخير عبارة عن مجمل، يعني حركة الترجمة كيف مضت.
مش عارف اقول، مش عارف امسك منين الموضوع، انما للاسف يعني لانه تفاصيل كثيره جدا ومفيده جدا، وكل من يعملون على القرن التاسع عشر وعلى بدايات القرن العشرين في الادب العربي الحديث وفي حركه الترجمه لازم يرجعوا للكتاب ده، لانه بقول لكم بيكتشف ارض صعبه جدا. وطبعا ولطيفه زياد بتتكلم عن الدوريات وعن الكتب وعن دار الكتب طول الوقت بتشكو انه الكتاب ما انه الكتاب مش موجود، انه موجود عددين مش موجود الباقي، انه ده شكوى واضح انها ازليه في مكتباتنا. عن مشكله انه المكتبات، مكتبات المستشفى، مكتبات العالم احتفظت بالكتب اللي صدرت في مصر اكتر مما احتفظنا احنا بكتبنا اللي صدرت، وده نقطه حيويه جدا عند كل اللي بيدرسوا في تاريخ الادب العربي الحديث. مش ممكن انا اجي ادرس لطيفه الزيات ما ابقاش عارف ولا معلومه عن لطيفه الزيات، ولازم اعمل بحث بوليسي عشان اوصل فين ايه عملت لطيفه الزيات. مش ممكن اكون بدرس روايه وبعدين اجي ادور على روايات ما الاقيهاش او الاقيها في اماكن. الحمد لله دلوقتي لانه فيه، وده انا واجهته وانا بحقق النسخه الغريبه بتاعت روبنسون كروزو، انه في مكتبات اونلاين، وانه في ناس نشرت من مونتريال ومن اوكسفورد ومن كل حته في العالم الكنوز اللي موجوده عندهم، عيد نشرها وبقت متاحه لينا بعد كان ضروري تسافر لها عشان تشوف. في كتاب لطيفه زياد انا هقرا معاكم، يعني انا مش عارف عندي وقت كتير، هقرا معاكم بس شويه حاجات مهمه مما قالته لطيفه زياد والاكتشافات اللي هي قدمتها للادب العربي الحديث وقدمتها لحركه الترجمه. بدور بس على الفولدر. شوفوا مثلا هقرا لكم مقتطفات مما قالته لطيفه الزيات، وارجو انكم تصبروا معايا شويه في الجزء ده لانه ده اسلوب لطيفه الزيات اللي بتقدم بيه. انا عامل مقتطفات موجزه جدا من كلامها عن حركه الترجمه بصور مختلفه. هي بتقسم حركه الترجمه الى حركه الترجمه الادبيه من الانجليزيه الى العربيه في الفتره اللي هي حددتها من 82 اللي هو بدايه الاحتلال الانجليزي لغايه سنه 25. وطبعا تعديل العنوان، وفي تعديلات كثيره للعنوان، تعديل العنوان مهم جدا لانه مرتبط بتصور لطيفه زيات عن حركه الترجمه في السياق السياسي والاقتصادي والثقافي الاوسع. هي بتربط جدا حركه الترجمه بالجمهور القارئ، وبتربط حركه الترجمه بنوعيه المترجمين، بالطبقه التي ينتمي لها المترجم والقارئ، بحركه الاستعمار وما بعد الاستعمار، بتوجيهات التعليم، حاجات كتير، تفاصيل كتيره جدا في قراءه لطيفه زيات بتورينا ازاي هي شافت الترجمه في السياق الاوسع. هي بتقسم حركه الترجمه بعد ما درستها الى مرحلتين اساسيتين. مرحله بتبدا من 82 وتنتهي 1900، وبتقول انها كانت مرحله، ليست مرحله ترجمه، هي مرحله استكشاف للجمهور القارئ، ومرحله يعني زي ما تقولوا تخبيط ومحاولات مختلفه لترجمه الادب اللي هو الغريب عننا. ثم مرحله بيبدا فيها نوع ما من الترجمه، وهي مرحلة خصبة جدا إلى من سنة 1900 إلى 1925. بتقول ده الإطار العام اللي هي ماشية فيه. وإنه كمان من المهم جدا إن احنا نلاحظ في كلام لطيفة زيات إنه المترجمون الأوائل اللي هم المترجمين على الإنجليزية، طبعا كان عندنا ترجمة قليلة قبل 82 وكلها على اللغة الفرنسية، وكلها ليست ترجمات أدبية إلا عملين أو ثلاثة، يعني عملين او ثلاثه قبل سنه 82 قبل ما يجي الانجليز لمصر كان عندنا ترجمات عن الفرنسيه وعن الايطاليه، لكن معظم الترجمات طبعا في السياسه وفي الـ في الـ في الفنون الحربيه، في الزراعه، الحاجات اللي بعت ليها محمد علي المبعوثين لكي يتعلموا الترجمه. وفي الادب كان فينا بس تليماك وروايه اسمه ايه روبنسون كروزو برضو اللي ترجمها البستاني، وعدد محدود جدا من الاعمال الفرنسيه
قبل سنة 1882. إنما من 82 هي بتقول بقى من 82 لغاية 1900 كان الغالبية العظمى من الإنتاج المترجم هو هذا الفن الصارخ اللي بيكتشف اللي اسمه الرواية، أو يعني نوعية الرواية. وبتقول إنه طبيعة الجمهور وطبيعة المترجمين والعلاقة بين المترجم والجمهور، والمترجم اللي بيقدم فنون جديدة لا يعرفها القارئ العربي، كان من الطبيعي أن يبحث عن هذا الجمهور وأن يلبي رغباته، وبالتالي الترجمة اختلطت بما سمي التعريف في المرحلة الثانية. وطبعاً بيغلب عليها جداً الروايات والقصص من النوع يا إما الشرقي يا إما التاريخي يا إما البوليسي يا إما الغرامي، دي المسميات اللي هي الغرامي يعني. وطبعاً كلمة غرامية أدبية فكاهية كلها كانت على أغلب شوف منكم أغلفة الروايات في آخر القرن 19، الروايات المترجمة والمؤلفة. يلاقي إنه العنوان الرئيسي رواية، وطبعاً كلمة رواية يعني حاجة للمتعة للتسلية، ومصطلح رواية ده مصطلح غريب جداً، وإنه رواية ودايماً تحتها فكاهية تاريخية أدبية غرامية، مسميات بنلاقيها دايماً ملتصقة بالروايات. فحقرأ معاكم شوية مقتطفات من كلام لطيف الزيات عشان ما يفوتناش الوقت، لأنه هذه المقتطفات بتقول لنا بالضبط هي عملت إيه. بتقول: حين بدأنا حركة الترجمة الأدب كان في مصر طبقة متعلمة تعليماً حديثاً تتقبل الأفكار الغربية وتقبل على القراءة الخارجية في أوقات فراغها، ويستطيع بعض أفرادها تذوق الأدب الفرنسي ونقله إلى اللغة العربية. هي بتتكلم عن تكون أو تخلق الجمهور الذي يمكن أن يتذوق هذه الترجمة، الجمهور من أصله، الجمهور القارئ. كانت هذه الطبقة التي هيئة محمد علي لإيجادها بتغييره لنظم المجتمع المصري الأساسية قد تجمعت على مر السنين ودفعتها الحاجة إلى في أخريات عهد إسماعيل إلى التكتل لمواجهة العدوان الخارجي والضغط السياسي، وكانت قد تقدمت لقيادة الجماهير في المعركة السياسية من أجل الحرية الدستورية والتحرر من النفوذ الأجنبي، وكانت أيضا قد حررت في كفاحها هذا وسائل النشر من صحافة وطباعة من رفقة الدولة. هي بتتكلم عن إنه الترجمة وطبعا ده كلام قيل كتير جدا، الترجمة بدأت حكومية جدا زي الطباعة بالضبط وزي الصحافة، ومع الطباعة ومع الصحافة اللي تحولت إلى أهلية في أواخر القرن ال 19 وبدأوا الشوام يجوا يعملوا حركة عظيمة جدا. وهي بتتكلم عن إنه لم يكن هناك مترجمون مصريون في الجزء الأخير من القرن ال 19، وإنما كان معظم المترجمين عن اللغة الإنجليزية من الشوام. وحين بدأت السياسة التعليمية الجديدة التي أساسها الاستعمار الإنجليزي وبدأت اللغة الإنجليزية تدخل، بدأنا نتعرف على مثقفين أتقنوا اللغة الإنجليزية في المدارس الجديدة، وبدأوا هم نفسهم يترجموا في أوائل القرن العشرين. بتقول إنه هذا الجمهور مهد للطبقة الوسطى مجال لنشر الأدب المترجم، كما أن قيادة هذه الطبقة للشعب في الميدان السياسي قد أهلته لقيادتها في الميدان الفكري. وبعدين بتتكلم عن حركة الترجمة باعتبارها حركة شعبية بحتة، حركة الترجمة الأدبية عن الإنجليزية في الفترة التي نعرض لها بالبحث حركة شعبية بحتة انبعثت من الطبقة الوسطى المتعلمة تعليما حديثا، ثم عبرت عن مزاج هذه الطبقة وعن الجماهير الشعبية التي استطاعت أن تجتذبها إلى دائرتها تعبيرا صادقا، وكانت خير ممثل لاحتياجات البيئة والإمكانيات لها أيضا. فعندما كان الأدب المترجم غريبا على العدد الأكبر من القراء المصريين وممثلا لثقافة معادية، حاول المترجمون ما أمكنهم أن يصبغوا هذا الأدب المترجم بصبغة محلية وأن يغيروا فيه ويبدلوا في محاولة لتقريبه إلى الذوق السائد. ده في الفترة الأولانية. وبعدين تبدأ تقول إنه في الفترة الثانية حصل تغيير. أنا آسف إن بقرأ بسرعة، إنما بحاول بس أقدم لكم يعني الخلاصات ما قدمته لطيفة الزيات عن حركة الترجمة الأدبية في الفترة التي عالجتها في هذا الكتاب الذي أراه أنا الآن بعد زمن طويل وبعد رحيل لطيفة الزيات إنه واحد من أهم الدراسات الرائدة في حركة الترجمة اللي لازم نعود له بشكل متكرر. بتقول: مرت حركة الترجمة بمرحلتين زي ما أنا قلت لكم. بتقول إنه قد أدرك مترجمو هذه الفترة أنهم يقدمون للشعب أدباً لا يعبر عن احتياجاته، ولذلك حاولوا ما أمكنهم أن يخضعوا هذا الأدب ده في الخاتمة أن يخضعوا هذا الأدب المترجم لذوق الجماهير القارئة التي تحكمت في اختيار موضوعات الترجمة وطريقة الترجمة وأسلوب الترجمة. وبتعمل تفصيل طويل جدا في الكتاب كله عن طبيعة اختيار الموضوعات
وطبيعة اختيار طريقة الترجمة ثم طبيعة أسلوب الترجمة. إنه في إنه مثلا في الموضوعات يبقى في الموضوعات الغرامية، في الموضوعات المشرقية، في اختيار النوع الروائي، اختيار النوع القصصي، اختيار النوع البوليسي، وفي طريقة الترجمة إنه هم لا يترجمون في الحقيقة وإنما يعربون أو يمصرون، وبيتكلموا عن مصطلح التعريب هتتكلم عنه بعد شوية، وبيتكلموا عن إنه كانوا أقرب إلى حكاية الحواديت، لأنه ميراثهم الأساسي، مش بس لأنه ميراثهم الأساسي، هو كلامها هنا مش بس لأنه ميراثهم الأساسي هو الأدب الشعبي أو هو الأدب المتداول اللي حاولوا يستخدموه لما جم يتكلموا عن نوع قريب جدا مما سمعوا إليه الأدب الشعبي، لكن هي بتقول إنه ده كان يعني كان موجه لأنه هذه الطبقة المتعلمة تريد أن تصنع جمهورا، وبالتالي هي تخاطب هذا الجمهور باللغة التي يعرفها، ومش بس لأن هم ما عندهمش ميراث غير ده، إنما كمان لأن هم بيواجهوا بناحية أهير. حركة الترجمة الأدبية في فترة نشأة مرحلة تجريبية استكشافية زي بتقول، كانت الرواية تتلمس نفسها جمهورا قارئا، ولم تكتشف بعد أي فئة من القراء تواجه جهودها هائلة. كانت تواجه هذه الجهود مرة إلى الصفوة المتعلمة اللي هم بتوع اللغة الفصحى زي حديث أسد بن هشام اللي هم بيقروا التراث العربي، بيقروا الشعر العربي، ومرة تانية بتوجهها للجماهير العادية الجديدة، الجماهير الوسطى، الطبقة الوسطى والطبقة المحيطة بالطبقة الوسطى الفقيرة اللي هم عايزين يتعلموا أكتر ويتعرفوا أكتر على العالم الجديد، وبيفتحوا بابهم إلى الأشياء الجديدة. وبتقول إنه كانت في التجربة الثانية تستخدم عربية ممسوخة أشبه بالعامية منها باللغة العربية الكلاسيكية، وكل ما يترجم في هذه الفترة يندرج تحت هذا الاتجاه. المترجمين أقبلوا على ترجمة القصص وعلى ترجمة الروايات، وكان معظم اختيارات المترجمين من الرومانس، من نوع الرومانس على وجه الخصوص، ومن الحكايات الرومانسية. برضو في كلام هنا عن الترجمة والتعريب، بتقول كان مفهوم الترجمة لم يزل غامضا، ده في المرحلة الأولانية، يعني مش فكرة أمانة، هي فكرة إنه الترجمة لم تكن عملا يعني ممكنا. كان مفهوم الترجمة لم يزل غامضا في مرحلة النشأة في عقول المترجمين وفي عقول القراء بالضبط، وزاد من هذا الغموض استعمال كلمة تعريب بدلا من في الدلالة على النص المنقول من لغة أجنبية إلى اللغة العربية. هم اتكلموا عن التعريب لأن التعريب بيدي مساحة أوسع للتصرف، والتصرف هنا كان واسع بشكل، يعني هي بتعمل عروض موسعة في الكتاب لألوان التصرف، إنه كتير جدا لا يوجد مؤلف، لا يذكر المترجم اسم المؤلف، كتير جدا بيدعي العمل لنفسه، كتير جدا بيحذف كل الفصول ويبيب فوق فصول من عنده. يعني في شواهد كبيرة جدا بتقدمها لطيفة زياد في أنواع متعددة من الكتب، خصوصا في الروايات وحتى في الشعر كمان، إنه المترجم يتدخل لكي يغير، مش بس بيغير الأسماء، ومش بس بيغير البيئة، ومش بس بيحكي حاجة مختلفة، هو كمان بيحذف فصول ويضيف فصول، يحذف الحاجات اللي فيها ممنوعات إلى آخر. بتقول إنه أحد المترجمين، ده كلام برضو مهم جدا أهو، أحد المترجمين سنة 1895 عبر عن الغموض الذي خالط مفهوم الترجمة في شبه سؤال يوجهه إلى جريدة الهلال أو مجلة الهلال: إذا عرب إنسان رواية أوروبية فنقل معانيها إلى عبارة عربية فصيحة لا يشتم منها رائحة التعريب، وتصرف في الرواية كيفما شاء، ولكنه أبقى الحوادث التاريخية على أصلها والأسماء كذلك، لأن الأعلام العربية في مثل هذه الروايات كرقع من القماش المعروف بالأراجة في ثوب من التفت. وبالاختصار، إذا قرأ الرواية الإفرنجية وطبقها وكتبها كما جادت قريحته مستعملاً الأمثال العربية والأبيات الشعرية واصطلاحات العرب دمهم، فماذا تسمي عمله هذا؟ تعريباً أو تصنيفاً؟ تصنيفاً يعني تأليفاً، يعني ده يبقى تعريب ولا تأليف؟ فالهلال بيرد عليه طبعاً رد، يعني بيقولوا لا، أنت في الآخر لازم تكون مخلص للنص الأصلي. ده رد جورج زيدان، غالباً هو واحد من المؤسسين في قصة نشأة الرواية وارتباطها بموضوع الترجمة، برد عليه انك لازم تخلص للمعنى وكذا وكذا وكذا. الحقيقة بقى انه انا يعني خلاص فاضل لي دقائق قليلة، طبعا
ده برضو كلام انا قلته من شويه، انه في تركيز عظيم جدا على اللون الروائي، ولم يظهر ترجمه للشعر مطلقا حسب كلام لطيفة زياد، لم تجد نصا شعريا واحدا مترجما عن اللغه الانجليزيه لغايه 1910، يعني من 1882 لغايه 1910 لا يوجد نص شعري مترجم. وحتى لما بداوا ترجمه الشعر اختاروا من الشعر ما يناسب الذوق الشعبي او ما يقترب من النصوص القصصيه، يعني اختاروا قصائد قصصيه، اختاروا وقصائد قصصيه مشرقيه، وكثير من النصوص كانت نقلا عن لغات اخرى، يعني مثلا رباعيات الخيام، حاجه لطاغور، يعني نصوص جاءت من الشرق ثم انتقلت الى اللغه الانجليزيه وهم ترجموها من الانجليزيه. يعني حتى حين ترك ومش ترك وتخففوا نسبيا من ترجمه الروايه اللي هي غلبت جدا على المرحله الاولى من حركه الترجمه، وبداوا في التركيز على انواع اخرى من الادب، وبدا يبقى في احتراف في الترجمه نسبيا في العقد الثاني او الثالث من القرن العشرين، كمان اختاروا نصوص لها علاقه بالروايه ولها علاقه بالادب الشعبي ولها علاقه بتصوراتهم عن اذواق الجماهير. طبعا في نماذج كتير جدا، انا عايز اقول لكم انه في الجزء بتاع ولازم تشوفوا الجزء ده لانه وانا هبص فيه بسرعه، انما هو جزء مهم جدا انا نشرته قبل كده في اخبار الادب ايام ما طلع الكتاب، وهو جزء بيشاور على المجلات الروائيه، هي عامله عنوان فرعي كده اسمه المجلات الروائيه، وعناوين المجلات لوحدها تقول لك إلى أين كانت تتجه حركة الترجمة. وطبعا لطيفة الزيات، وده أحد عيوب رسالتها اللي انتقلت إلى عبد المحسن بدر، إنه تعاملت مع هذا الموضوع، طبعا يعني قالت إنه في حركة ترجمة وإنه يبقى لنا منها حاجات عظيمة وكذا وكذا وكذا، بس قالت إنه أدانت فكرة اللجوء إلى التسلية والترفيه أو اللجوء إلى الأعمال اللطيفة، الأعمال يعني المسلية أو الأعمال التي تشبه الأدب الشعبي. ودللت على هذا يعني بأدلة كثيرة جدا، طبعا وعبد المحسن نفسه في فصل رواية التسلية والترفيه دلل تدليلا واسعا على نوعية الروايات وعناوين الروايات واختيار الشخصيات إلى. فشوفوا مثلا كشاهد على ده من ضمن شواهد كثيرة جدا، لطيفة زياد بتحصر 27 سلسلة كانت بتصدر في مصر من اواخر القرن 19 الى مثلا سنه 20 او 23. شوفوا مثلا اول حاجه اسمها منتخبات الروايه، وطبعا في هوامش هنا بتقول لنا منتخبات الروايه ده مين اللي عمله، بتقول لصاحبها اسكندر كركور، صدرت في 20/2/1894 وكانت دوريه تصدر مصر من كل شهر وتتضمن روايات معربه عن اشهر كتاب الافلام. ده تعريف بالروايه اللي جابته من دار الكتب. وبعدين سلسله روايات، الروايات الشهرية، طبعا أنا يعني حرى لكم بس العناوين وسيبكم تتخيلوا اللي تحت، لأن كل واحدة من دول تحتها تفاصيل كثيرة جدا. الروايات اليعقوبية صدرت سنة 1902 لصاحبها يعقوب متى منصور المنياوي بإدارة السكة الحديد المصرية، وعلقت الهلال على صدورها بأنها الرواية الأولى من الروايات اليعقوبية بقلم حضرته معربة عن الإنجليزية، اسمها شرك الهوى، وهي أدبية غرامية انتقادية، ولكنه لم يذكر اسم المؤلف الاصلي. مسامرات النديم، وطبعا المسامرات دي مصطلح متداول جدا جدا في بدايات الترجمه، انه انا بعمل كنوع من المسامره زي الادب الشعبي بالظبط. مسامرات النديم صدرت سنه 1903 ومجله روائيه تصدر بمصر مره في الشهر من منشاه ابراهيم رمزي وعزت افندي حلمي الى اخره. عروس النيل، المؤنس، مسامرات الشعب، ومسامرات الشعب هي أشهر سلسلة من روايات التسلية أو الروايات الشعبية أو الروايات الغرامية أو الروايات المسلية التي اعتنت عناية خاصة جدا بالروايات المؤلفة والمترجمة. عشان كده لطيفة زاد بتفرد لها 5 6 7 صفحات، ما بتعملهاش في نبذة كده وتسيبها، لا، وخدت نماذج منها كثيرة جدا لكي تعرض علينا ماذا كانت تفعل مسامرات الشعب هذه. من الواضح ان مسامرات الشعب كانت السلسله الاشهر، لانه لو انتم فاكرين في قصه محمد تيمور الشهيره اللي هي في القطار، واحده من القصص الاولى في تاريخ الادب العربي الحديث، القصص القصيره الاولى، الراجل بيعمل حوار جوه القطر
وفي شاب من الشبان اللي هو بينتقدهم وشايل في شنطته واحده من مسامرات الشعب، واحده من روايات مسامرات الشعب، اللي يعني عايز يقول انها من روايات يعني بتاعت التسليم. قال بقى ان صدرت 1904 واتكلم عن مين صاحبها، وبعدين كلام كتير جدا جدا عن مسامرات الشعب. دي رقم 8، معلش انا هكرر ده بسرعه، وبعدين هنوصل لتسعة. الراوي صاحبها طنيوس عبده، وصدرت بالقاهره مجله اسبوعيه. البستان الزهير، الفكاهات العصريه، المسامرات الاسبوعيه، حديقه الروايات، الروايات الجديده، الروايات الشهيره، مسامرات الملوك، مجله الروايات العصريه، الروايات الكبرى، الروايات الاسبوعيه، المسامرات، مجله الروايات المصوره، السمير المصور، النديم الروائي، النديم السامي، يعني الكناشه الروائيه، جنايات الغرام. دي سلسله صاحبها الاستاذ علي النحاس افندي، سلسله روايات قصصيه تحتوي في روايات مترجمه عن الانجليزيه دون ذكر المؤلف على بعض الروايات المؤلفه. انا الحقيقه عندي كلام كتير جدا عن رساله لطيفه الزيات، وانا ادعوكم لقراءه الكتاب، لانه مهما شرحت لكم ماذا قدم هذا الكتاب في دراسه حركه الترجمه، وكيف اننا وكيف ان لطيفه الزيات نفسها ظلمت هذا العمل الدراسي اللي كان المفروض يظهر من زمان جدا، واننا نحن ظلمناه الى ان صدر مؤخرا. عايز اقول لكم انه ضروري جدا كل حد بيدرس الادب العربي الحديث وكل حد بيدرس حركه الترجمه سيعود الى هذا الكتاب، لانه يعطيه مفاتيح مش هيشوفها حتى في المحاضره دي. هذه المحاضره هي مجرد نبذ من الكتاب، هي مجرد حديث عن لطيفه الزيات التي لنوا فيها حقا مهما فعلنا. وانا هقرا معاكم مقتطف اخير من لطيفه الزيات، اهو هي بتتكلم عن افضل حركه الترجمه. وخلوا بالكم بقى انه هي بتتكلم عن افضل حركه الترجمه، بتتكلم برضو بنفس النبره الاخلاقيه نسبيا، اللي هي بتقول يعني انه رغم انه الغالب على حركه الترجمه كان يعني روايات التسليه والكلام بتاع الفكاهه والجماهير اللي هم يعني زي اغاني المهرجانات كده دلوقتي، رغم هذا انما بقي لنا اشياء عظيمه جدا لعبتها الترجمه في الادب العربي الحديث او المجتمع العربي الحديث او الكتابه العربيه الحديثه. فبتقول لن نستطيع ان ننسى فضل المترجمين، ده في اخر الخاتمه بتاع الكتاب او الرساله. لن نستطيع ان ننسى فضل المترجمين الذين ترجموا عن الانجليزيه بعض الروايات القيمه، ومنها روايات لديفو، طبعا في ترجمه لديفو ثانيه 1923، وسويفت وديكنز وتاكري ولينون وتولستوي وترجينيف ودستوفيسك الى اخره. ولا فضل اولئك المترجمين الذين زودوا المكتبه العربيه بالوان من فن شكسبير المسرحي يختلف ما بين التراجيدي والكوميدي والمسرحيه. ومن هؤلاء هي فاكره جدا جدا محمد عفت، ده محمد عفت ده قصه تستحق ان تحكى، لانه ترجم ترجمه رائعه بالشعر العمودي العربي، وهي ترجمه انا وديتها المركز القومي لتنشر لكن لم تنشر حتى الان، وهي ترجمه فعلا لطيفه زياد ادتها 10 صفحات من الرساله، لانها اكتشفت انه كانها وقعت على كنز مترجم بيترجم بالشعر العربي الكلاسيكي في سنه 1910، وبيخضع هذا الشعر الجامد الايقاعي اللي هو كذا لقواعد المسرحيه واصوات الشخصيات وتصاعد الدراما والصراع الى اخره. كما سنظل مدنيين بشكر اولئك المترجمين الذين قدموا الى العربيه، اللغه العربيه يعني، نماذج من الشعر والنثر الفني اللاروائي في وقت كان الذوق الادبي في مجموعه يجري في اتجاه معاد لهذين اللونين. ونقص بالذكر هذا الصدد وديع بستاني الى اخره. خلاصه القول ان حركه الترجمه الادبيه عن الانجليزيه التي قامت في مصر فتره من 82 ل 25 مثلت احتياجات وامكانيات الطبقه الوسطى المتعلمه تعليما حديثا والجماهير الشعبيه التي التفت حولها غير تمثيل، كما مثلت ايضا ثقافه المترجمين الذين يمثلون جزءا من هذا الكل. انا بعتذر لانه اتكلم بسرعه، اريد ان اغطي الموضوع في وقت محدود، واتمنى ان تكون المحاضره مفيده، وانا مستعد لكل الاسئله، واعتقد ان الاسئله هتكون محاضره ثانيه. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا للدكتوره ساميه، وانا قفلت. انا اللي بشكرك يعني في الحقيقه. انا اسف انه اتكلمت بسرعه جدا. لا لا لا، بس بجد ده كنز يعني، دول اكتر من كتاب اللي ممكن تفرغهم كده من الماده اللي موجوده عند حضرتك، ودي حاجه خرافيه في الحقيقه. وانا يعني حزينه جدا ان ما حدش التفت ليه
كل هذا من قبل، لأنه فعلا عمل رائد يعني ومهم للغاية. فأنا بشكرك عميق الشكر.